نحن هنا في أحد أبنية المدنيين في ريف اللاذقية مصيف سلمى، نرصد آثار الدمار الذي خلفه القصف البربري والهمجي والصاروخي لعصابات الأسد على المدينة. انظر إلى حجم الدمار الهائل. البناء بكامله مهدم، حيث يتم القصف على المدينة من ذاك المرصد. هذا هو ومراصد أخرى. هذا هو مرصد بارودة. كما نرى الدمار في كل مكان. هنا مكان سقوط برميل من الطائرة، وهذه قذيفة، وهذه أخرى، وهذه أخرى. ريف اللاذقية مصيف سلمى 14/4/2013.